اهلا بيكم في حياتي. اليوم الحلو ده بتعمل الحاجات دي ازاي؟ هي راحت عليكي ولا ايه؟ ده سؤال كل يوم صبح وبالليل. لا تكون احلى اغنيه هكتبها، خلاص كتبتها، وده من احلى الاعلانات اللي انا بحبه بحبها، قوي. مع انه يعني ما كسرش الدنيا. ده جانب انا ما اعرفوش، وفي ناس كتير قوي اعتقد ما تعرفوش عنك. يمكن حاسه بان انا ما استاهلش كده، الدنيا دي مش دوره عادي، انا ممكن اعيط عادي في الوقت ده. هتكلم عن غزه.